تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الطلبة الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الخامسة اليوم. حنتطرق إلى الإنترنت وما فوائد الإنترنت، وش نقصد الإنترنت، ونتطرق كذلك إلى الإيميل. وهاي المحاضرة قلنا حنتطرق للإنترنت وشنو فوائد الإنترنت، شنو الإيميل وشنو فوائد الإيميل، والطالب شلون راح يصنع الإيميل. وش راح يسوي؟ نجي بالبداية وش نسوي، تعرفه تعريف بسيط للإنترنت. الإنترنت هو بهذا الوقت الحالي مهم لكل فرد موجود بالعالم، كل شخص موجود بالعالم هو مفيد إلى الإنترنت. إيش نقصد من الإنترنت؟ نقصد من الإنترنت هو شبكة عالمية، شبكة عامة، في شبكة خاصة وفي شبكة عامة. الإنترنت هو عبارة عن شبكة عامة تربط ملايين من الكمبيوترات والأجهزة الذكية والأجهزة الإلكترونية وإلى آخره. كل جهاز عنده شبكة اتصال عن طريق الواير أو الوايرلس، بالإمكان إنه يربطه عن طريق الإنترنت. وإذا ربط على الإنترنت إذا هو حيكون جزء من الشبكة. هذه الشبكة أكو متحكمين؟ نعم أكو متحكمين بها، اللي هو المصدر الرئيسي إلها، وأكو أنت جزء تكون من أدها، فهم حيقدرون يتحكمون بيك. نعم أكو صلاحيات تقدر تعطيهم إنهم يتحكمون بيك، أكو صلاحيات أنت تعطيهم يتحكمون، هم يتحكمون بيك مباشرة بدون ما أنت تعطيهم صلاحية، حسب نوع السوفت وير اللي أنت تستخدمه. هذا تطرقنا له إليه بالسنة الأولى، إنه قلنا شلون نحمي أنفسنا من الهاكرز عن طريق استخدام الأنتي فيروس، استخدام الإنترنت سيكيورتي وإلى آخره. عادة إذا أنت ربطت الحاسبة أو ربطت الجهاز مالتك على الإنترنت، إذا ربطت الحاسبة أو الجهاز مالتك الإلكتروني، إن كان تابلت، موبايل، أي جهاز يرتبط مع الإنترنت بشكل الشبكة المحلية والعالمية عن طريق الإنترنت، تصير بشكل أونلاين. معناها انه انت من ربطته انه اعطيت كامل الصلاحيات، او فتحت لنفسك باب اخر لداخل الحاسوب. فرضا من يكون انه كلاود، يعني انه تفتح المساحة الخزنية الاضافية، انه تستخدم من عندك خزن، او تريد تستفاد من عندك كتصفح، او تريد تستفاد من عندك كويب سايت والى اخره. طبعا انت من ارتبطت على الانترنت اكيد شخص اخر هم مرتبط على الانترنت، وهكذا يكون ربط الانترنت بين واحد وواحد، ويكون عملية التواصل ما بين واحد واخر. هو عبارة عن شبكة، هذه الشبكة لكل نقطة ارتباط موجودة بها هي تكمل الشبكة العنكبوتية. شنو نقصد بالويب؟ الويب هو وورد، او احنا مرات نسميه الدبليو دبليو دبليو. تعرفون انه دبليو 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 هي مختصر الى كلمه اللي هي الورد وايد ويب، عاده نصيح لها ويب، او تسمى بال طبعا ويب الشورت مالتها
وعادة ما نسميها الـ WW. طبعا هي مفترض WW انه من تخليها مباشرة راح انه يعرف انه انت راح تدخل الى ويب سايت، راح تدخل الى ويب سايت. شو نقصد الويب سايت؟ نقصد الويب سايت هو موقع من خلاله تقدر توصل الى الانترنت، موقع تقدر توصل من خلاله الى الانترنت. اكو طرق اخرى، نعم اكو الاي بيات ويختلف، بس لكن احنا على الانترنت قاعد نتكلم فنقول الويب سايت. الويب سايت شو يحتوي؟ هو مصنوع من، موجود، هو عبارة عن تكست وإيمج وفايل وأذر ريسورس، يعني جميع المصادر اللي موجودة من النصوص مكتوبة. إذا دخلنا على السايتات العادية شوفوا إنه نص موجود أو نص غير موجود ولا آخره. طبعا ان ممكن انه نستفاد من الويب سايت هو عباره عن انه نسوي نيوز بيبر، انه نقدر نسوي هذا الموقع هو عباره عن نقل للاخبار، بدل ما احنا نطلع على الانترنت نريد نشوف الاخبار. عاده شايفين انت المواقع الاخباريه من تنشر خبر تنشر على الويب سايت، على السايت مالتها، ومن خلال السايت انه راح تدخل عليه وراح تشوف الاخبار، تطلع على الاخبار اللي موجوده. حاليا السايتات قاعد يتطورن وقاموا يرتبطن عن طريق البراوزر ويوصلون للكوكيز. الكوكيز طبعا هو شيء موجود داخل كل براوزر داخل الحاسوب، ومن خلاله راح توصل البيانات لك، واي تحديث للاخبار مباشره راح يصير عندك اطلاع بيها. فرضا قسم القنوات الفضائيه تستخدم الويب سايت، تبث البث مباشر من الويب سايت مالتها، ارتباطات معينة قدرنا نربط بها بالتلفزيون بروجرامات. الغرض من الويب سايت هو انه نسوي نيوز بلاتفورم، نقدر نسوي، نقدر نعتمد على اونلاين لايبراري. انه اذا نريد مكاتب تلاحظون بعض المواقع هي عباره عن اونلاين لايبراري، اللي هو مكتبه مباشره، يعني مكتبه على الاونلاين، مثل ربط اونلاين تدخل على الويب سايت تلقى الموقع عباره عن هو مكتبه كتب، مجموعه من الكتب. اذا هذا الموقع هو عباره عن لايبراري. ممكن انه موقع عباره عن ايمج، عباره عن فقط صور. ممكن انه يكون تعليمي سايت، مواقع تعليمية تقدر تدخل من عندها تستفاد من عندها كموقع تعليمي، هذا الموقع يستفاد من عندك كمحتوى فيديوهات او تكست. اكو عندك واحدة من المواقع التعليمية طبعا تسمى التواصل الاجتماعي، هو اللينكد والى اخره من المواقع الموجودة. طبعا لينكد ان، هو موقع جميل جدا، تقدرون تستفاد من عنده بالمعلومات وكتعليم تستفاد من عنده وكذلك تواصل. احنا نريد نشوف الانترنت شلون انا اقدر اتواصل عن طريق اربط انترنت اونلاين. عادة نريد نربط انترنت اونلاين اكو عن طريق فد متصفح، فد براوزر معين. شنو البراوزر نقصد من عنده؟ طبعا صح نشرح شنو البراوزر. البراوزر هو متصفح اللي يكون جوجل كروم، المويزلا، سفاري الى اخره، من برامج التصفح. البراوزر معناها برنامج تصفح، ويب براوزر. اونيون همات من احد البرامج لكن خطر الاونيون، ويستخدم عن طريق البراوزر. هو البروتوكولات العالمية المستخدمة الـ HTTP والـ HTTPS. نقدر نستخدمه من خلاله ونتوصل إلى مواقع الإنترنت. كيف حيكون التواصل؟ قلنا إما يكون عن طريق الـ Physical Cables، عن طريق الكيبلات، تربط كيبل للحاسبه مالتك وتتوصل على الانترنت، او تربط الكيبل للراوتر مالتك ويبث لك انترنت، صح؟
او عن طريق الواي فاي اللي هو قلنا نربط الكيبل مباشره، او عن طريق ال 3G او 4G او 5G الموجودات حاليا، هو وصل الانترنت من خلالهم. يعني ممكن شلون راح نتوصل عن طريق الانترنت؟ راح نتوصل عن طريق الانترنت بطريقتين، يا اما عن طريق الواي فاي او الكيبلز فيزيكال صح له، او عن طريق الوايرلس كونكشن، يا اما واير يا اما وايرلس، يعني طريقتين اللي تقدر نرتبط بيها، يا اما عن طريق الوايرز او عن طريق الوايرلس. الوايرز طبعا هو عندك كوبر تليفون او الوايرز عندك او تي في كيبلز او فايبر اوبتيك كيبلز، اذني كلهن هو من انواع الكيبلز. يعني الكيبلز قد تسمنا نقسم الى مجموعه اقسام، اللي هي الكيبل كوبر تليفون وايرز اند تي في كيبلز اند فايبر اوبتيك كيبلز، اذني من يعتبر للكيبلات اللي يتوصل بيها. طبعا عندك الوايرلس يقسم الى مجموعه اقسام، اللي هو الواي فاي 3 جي 4 جي 2 جي الى اخره. انه مختصر اجينا، يعني انتم مختصاص في قدر الامكان اختصر لكم بالماده. خلونا هسه احنا وياكم نشوف فيديو توضيحي مدته دقيقتين يشرح لنا او يعطينا مقدمه تعريفيه عن البراوزر او عن طريق الانترنت. بس نقدر نحمل على مباشر من الانترنت، حتى الرابط اذا تردون اعطيكم اياه. Where does the internet come from? Where does the internet come from? Not sure. Okay, let's start with the basic. The internet come from? Where does the internet come from? Not sure. Okay, let's start with the basics. The internet is a global network of interconnected computers used to deliver that vast collection of digital pages we call the World Wide Web. They're not the same thing. It's actually an enormous system of cables, real physical cables, traveling all around the world, connecting our devices to the servers that stores we want to view. How does it work? First, your device needs to connect to your internet service provider's network. Congratulations, you're now part of the internet. By entering the address of the website you want to visit, you send an electronic request for information over your phone line or cable to your ISP. The ISP sends the request to a server further up the chain, a domain name server or DNS, which acts as a kind of directory. The DNS looks for a match for the address you've typed in. When it finds it, the request is sent to the server hosting that website. That server could be in a different country, so the request needs to travel along cables both under the ground and under the sea to reach its destination. Yep, it really does go under the sea. These subsea fiber optic cables literally connect the world, linking continent to continent, with the exception of Antarctica.
95% of international digital traffic travels this way. Just think, most of your tweets and emails have been underwater. Running under the seabed, these thousands of kilometers of fiber optic cable are known as the internet's backbone. Without them, the global internet just wouldn't work. Amazingly, they're only as thick as a garden hose, making them prone to the occasional shark bite. So, if your internet's slow, blame a hungry shark. It's never a big problem though. The cable network's so vast, the request simply reroutes. Contrary to popular belief, the internet is never down. The request finally reaches the data center housing the server where the website lives. The server sends the requested information back across the network, broken down into chunks of data called packets, which your device puts back together like a jigsaw to form the web page you see on your screen. And all this happens in the blink of an eye, all over the world, millions of times per second. The request simply reroutes. هذا فيديو بسيط أوضح لكم أنها مدخل بسيط إلى الإنترنت. شفتوا شلون آلية إرسال من غير يدز رسالة معينة عبر الإنترنت والإنترنت شلون مترابط من خلال هذا الشرح الكرتوني المبسط الجميل. قدرت انه من خلال هذا الفيديو البسيط انه تفهم انه الفيديو شان يحتوي. اعتقد اغلب الحاضرين عرفوا انه الفيديو حول شنو كان يتكلم، واذا ما كان يفهم باللغة الانجليزية فهو كان يفهم من خلال الحركات الكرتونية اللي كان من تتحرك الرسالة وشان وصلت عبر المحيطات وعبر الكيبورد وصلت الى أبعد مكان بالعالم حتى القطب الشمالي وعن طريق المحيطات. كمل محاضرتنا. من الأشياء الأخرى اللي إنترنت إحنا نقدر نستفاد منها هو الإيميلز. اللي هم داخل الانترنت اللي واحد يقدر يستخدمها هي الايميل والسوشيال ميديا. فراح ننطلق الايميل من طريق السوشيال ميديا. السوشيال ميديا هو تعرفون السوشيال ميديا شنو معناها، واحد من عندها اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي اللي هو الفيسبوك، التواصل الاجتماعي اللي هو الواتساب، التليجرام، هذني كلهن سوشيال ميديا، الانستغرام والى اخره. نجي راح ننطلق على الايميل. لما نطلق للايميل هو مثل مدخل بسيط للايميل. الايميل هو عبارة عن مجموعة عبارة عن واجهة انترفيس راح نجي نطلق عليها ونشرحها بشكل تفصيلي. هو بريد الكتروني لكل شخص يقدر يملكه ويقدر يسوي له حماية عالية، مثل انه يضيف رقم تليفونه، يقدر يضيف ايميل اخر للاسترجاع، يقدر يضيف مجموعة اسئلة على مود ما حد يقدر يهكر الايميل مالته. ايش يحتوي الايميل؟ يقدر نحتوي على صندوق بريد اللي هو صندوق وارد وصندوق ارسال، وممكن نسوي نيو كومبوست بان يعني نقدر نسوي نيو مسج، نقدر نقرا المسج، نقدر نسوي نعدل على الرسالة، محتوى الرسالة ولا اخره. طبعا البريد الالكتروني يعتبر مثل الهوية، يعني البريد الالكتروني يعتبره هوية الكترونية موجودة داخل الانترنت، يعني اي شخص ممكن يعرفه من خلال الايميل مالته. يعني اي مكان تدخل يقول لك دخل الايميل، انت تدخل السوشيال ميديا يقول لك دخل لي الايميل الالكتروني مالته، من تدخل على اي برنامج اخر عم تسجل بيه يقول لك دخل البريد الالكتروني. البريد الالكتروني هو عباره عن الهويه الالكترونيه او الافتراضيه اللي موجوده داخل الانترنت.
فأول خطوة على مود نقدر ندخل إلى المحتوى الإنترنت لازم بالبداية نعرف شنو الإيميل وشنو اللي استفاد من الإيميل. نستفاد من عدة الفائدة العظمى من الإيميل. أنا حاليا بدي أتواصل مع شخص معين بشكل رسمي أو بشكل غير رسمي، أستخدم الإيميل فمن أرسل له رسالة أتواصل له، هو حتى لو مساحة هي موجودة بالكلاود، الكلاود اللي هو السحابة اللي موجودة عبر الإنترنت. من تنشئ إيميل يقدر يعطيك إنه مساحة خزنية 15 جيجا أو أقل حسب السياسة اللي اتبعها صاحب الإيميل. من هاي الإيميلات طبعاً أعطيكم إكزامبل إليه هو الجيميل. عندنا الياهو ميل، الجيميل، مجموعة إيميلات موجودة نقدر نسلم. لكن أنا أقترح إنه حالياً اللي متوفر وبشكل أسلس هو شركة جوجل، ومن ضمن شركة جوجل هو الجيميل. بتلاحظون هنا بهاي الصورة هو هذا إيميل الشخصي خاص بي للمدرسه الكوفة، جامعة الكوفة. هذا البريد مالتي الإلكتروني. تلاحظون أنا مشترك بمجموعة أكاديميات. تلاحظ هنا في كونفرنس كول مكتوب ضمن الرسالة، مكتوب الأكاديمية، مكتوب الاي تربل اي كولابوريشن وإلى آخره. من حتى اليوتيوب من أدخل لازم عندك طبعا هذا الانبوت او البريد الوارد الانبوكس مالتي هذا، وهنا السيند بوكس والى اخره، وهذا النيو كومبوست. على مود ننشئ ايميل جديد نريد نعرف شلون ننشئ الايميل. ذاك ايميل منشور او موجود، شلون راح ابدي يعني انشئ الايميل؟ شلون اقدر انشئ ايميل؟ نحتاج اول خطوه انه على اي ايميل ادريس نحتاج انه لازم باسورد نعطي. بعض الاوقات نحتاج الى ايميل ادريسز، يعني ادريس مال ايميل على مود نسوي ارسال او استلام. يعني لما بنزل رساله الى شخص معين لازم عندي الايميل الشخصي مالته، يعني الايميل ادريس مالته على مود اقدر ارسل له الرساله. لان من ضمن خصائص الايميل يعني انا شلون اقدر اتصل بعلي او بمحمد وما عندي رقم تليفون مالته، على مود اتواصل ويا علي لازم عندي رقم التليفون مالته ومن خلاله ابدا ارسل له رساله. كذلك الايميل نفس الحاله، انه لازم عندي الايميل ادريس مالته على مود اقدر ارسل رساله اليه. بالاضافه اكيد نحتاج الى انترنت كونكشن، اللي هو نحتاج الى الانترنت. الخطوة الأولى للإنشاء طبعا أنا قسمت إلى 6 خطوات. الخطوة الأولى لإنشاء الإيميل بالبداية لا تلاحظون هنا أنه أنا أول خطوة أريد أنه نسوي ساين أب، إذا كان ياهو أو غير ياهو نسوي ساين أب، ومن ثم نسوي إنشاء حساب بدي أدخل إلى جوجل، ومن ثم الجيميل، ومن ثم نروح إلى كلمة إنشاء حساب، ومن ثم إلى إنشاء حساب. لازم اني بدي ندخل الى صفحة من المعلومات اللي هي الفورم هاي اللي امامكم. ومن دخلنا الى الفورم اللي امامكم لازم ندخل اول بالبداية الاسم الاول واسم العائلة، اللي هو الاسم مثلا نكتب اسم علي الموسوي، مثلا نكتب علي الموسوي، نكتب هنا اسمه، لان اسم المستخدم اللي هو ايميل مقترح. راح تكتب التأميل عادي، انت تكتب علي دوت الموسوي راح يقول لك هذا الاسم، يخلي عليه مربع احمر هنا، راح يقول لك هذا الاسم هو مستخدم او الحساب مستخدم، فيبدي يعطيك اقتراحات، يبدي يعطيك اقتراحات موجوده حول هذا الاسم، او تعطيك رقم وياه او فتشي الى اخره. تمام، تقدر تعطي كلمه المرور، راح تبدي تعطي كلمه المرور وتأكد كلمة المرور، نفس الكلمة كنت تعيدها كلمة المرور. ضروري انه ما تنسى كلمة المرور، دائما كلمة المرور اجعلها تحتوي على احرف كبيرة طبعا باللغة الانجليزية وارقام وسبيشال سبيشال مارك. شنو السبيشال مارك؟ اللي هي الهاش، الات، علامة التعجب، الساين دولار، علامة النجمة الى اخره. هذني العلامات السبيشال مارك تضيفن من ضمن الايميل، من ضمن الباسورد عفوا، لنضيفن من ضمن الباسورد.
الخطوة الثانية طبعا أنا هذا اللي قاعد أقوله، أكيد الأغلبية يعرفوه، لكن ضروري أنه باقي الطلبة اللي ما يعرفون إحنا نريدهم يعرفون. إحنا هذا القصد من عندنا، أنه ما يعرف نريد نعلمه. الخطوة التالية اللي هو هنا لو تلاحظون بعدني ما قلت له التالي، أنا ما قلت له the next، ما قلت له التالي. دخلت معلومات بهذه الطريقة، اعطيته اسم، مثلا اسم العالة ديبت، مثلا الماث الاسم الأول ماث، واسم العالة هو ديبت اللي هو احنا القسم، يعني اعطيته صار ديبت ماث. طلعوا على اقتراحات، من ضمن هاي الاقتراحات انه ديبت ماث الثاني في الستة، انا خليت بدل الستة خليته 18 اللي هو انشاء سنة التأسيس مال القسم. كلمة المرور والتأكيد، كلمة المرور هنا اعطيت اياك مرور وكلمة المرور طبعا نسيتهن، ما سجلتهن. تمام، راح اقول له التالي، راح اقول له التالي. اول خطوه راح يعطيك اياها على مود انه رقم الهاتف للاسترداد، يعني من يقفل الحساب مالتك، ومثلا سأل نسيت الباسورد مالتك، انت قل له ريسيت، ما خفش يا رست بيه الحساب. تمام، فاضطر شو اسوي، كنا داخل له رقم تليفون، رقم التليفون هذا يكون موجود شغال فعال، حتى من باقي الحساب مالتك تقدر تسترجعه بهذا الرقم التليفون. كذلك عنوان البريد الالكتروني ممكن تضيفه هنا داخل الصفحة، تضيف البريد الالكتروني داخل الصفحة، والدور وتاريخ التولد والجنس مالتك، تختار نوع الجنس طبعا مجموعة خيارات به، ومن ثم قل له نيكست التالي. من ندخل على النيكست التالي، تلاحظ الخطوة الرابعة انه راح يطلع لنا ان الموافقية على الخصوص والبنود، وحتى الخصوصية والبنود تقول له انه تنزل للاخير التالي البنود، انه يعلمك انه لازم تقراها، تعرف انه الايميل شنو فائدته وشنو الخصائص اللي تعطيك اياها والبنود اللي راح تستخدمها داخل الايميل. راح تقول له اوافق على التالي، نضغط على التالي اوافق، راح يفتح لك الاكونت مالتك بهذه الطريقة. فتح اكونت مالتك بهذه الطريقة، فتح الاكونت. هنا تقدر تغير الاعدادات مالتك، السكيورتي، كل الخيارات اللي متاحة اللي هو المشاركة مع الاخرين، تواجد المعلومات الشخصية، كل من الاكونت جوجل اكونت. لا انا تنوي تروح للبريد، ما عندنا مشكله بالاكونت، هذا ممكن تطلع على فيديو بسيط تعرف شلون تلعب بالاكونت مالتك وتستفاد من الخصائص الموجوده داخله. نروح لمن؟ نروح على هاي الثلاث نقاط هنا ونختار الجيميل. من قرنا على هذه الثلاث نقاط عن الجيميل، راح يدخل لنا البريد بهذه الصوره. هذا الايميل مالتك الشخصي ببريد وارد وبريد مرسل والى اخره، بكلمه انشاء، وهذا البريد اللي احنا نشأناه. من نشأنا البريد الالكتروني بهذا الشكل بهذه الكيفيه، اول لو تلاحظ انه البريد الالكتروني ما عندك رساله وارده لحد الان، وبريد رسالة واردة ما في أحد، رسالة واردة ما جايتني. كاتب لك إن أنا تخصص البريد الوارد، إنه تقدر تخصص البريد الوارد، تقدر تغير صورة الملف الشخصي. تمام، الصورة الشخصية إحنا ما نغيريها، لو تلاحظون هي أم موجودة، فمنا مباشرة نغير الصورة الشخصية. ممكن أسترد جهات الاتصال البريد الوارد مالتي، إنه أضيف التليفون وإلى آخره، أقدر أضيف جيميل للمحمول، للهاتف المحمول والى اخره، يعني اضيف نفس الايميل مالتي واضيفه للهاتف المحمول بنفس الايميل والباسورد. بهذه الخطوات البسيطة اللي شفتوها احنا انشأنا الايميل، نقدر نعيدهم، نرجع لهم بشكل سريع، عبارة عن مجموعة خطوات. فتلاحظون هنا عبارة عن ست خطوات احنا سويناها بشكل سريع. قلنا الخطوة الأولى ندخل على إنشاء البريد، ومن ثم ندخل الاسم الأول والاسم الثاني
البريد المقترح، كلمة المرور قدر الإمكان تسجلوها تنسوها. مليناها بهذه الطريقة، نقول له التالي. من بعد ما قلنا التالي ندخل رقم التليفون، ضروري الدخل على تسترجع الإيميل مالتك، نفضل يوم يسوي إيميل وبريد إلكتروني إذا عندك حساب، ودائما لا تنسى أنت وهو هذا بريد أساسي عندك، تقدر تخليه بريد استرداد نعتبره. ودور تعطي تاريخ التولد مالتك، دائما لا تعطي تاريخ وهمي، تعطي تاريخ صحيح لأن الأعمار القليلة من يقبلها ويحددك. كذلك تعطي الجنس، نوع الجنس مالتك اللي هو الجندر مالتك اللي هو مثلا ميال فيميال إلى آخره، ثم تقول التالي. ومن بعدها يطلع لك موافقة على الخصوصية مال البريد الإلكتروني، قل له موافق. ومن ثم يظهر لك الأكاونت، من بعد الأكاونت نروح إلى جيميل، قلنا نهاية ست نقاط هنا، تسع نقاط اللي موجودة، ندخل على الجيميل. ومن ثم دخلنا إلى الجيميل أكاونت، من دخلنا على الجيميل أكاونت راح نروح إلى الإنبوكس. احنا قلنا من الخصائص اللي موجودة داخل الإيميل هو البريد الوارد، صندوق الوارد الإنبوكس مالتك. من تجيك رسالة وين راح تلقاها؟ تلقاها هنا موجودة بالبريد الوارد، تروح على البريد أو الإنبوكس مالتك تلقى البريد الوارد مالتك. ما نريد نسوي المسج بان، يعني المسج بان يعني نقرأ الرسالة، احنا نقرأ عليها مباشرة، او ممكن انه نسوي عادة ارسال، نقرأ الرسالة ونسوي ريبلاي الى الرسالة، من نفس الرسالة نسوي عادة توجيه من نفس المصدر، من الرسالة جتنا نسوي عادة توجيه. على مود ارسل رسالة، وهي الخطوة الاخيرة، احنا نريد نسوي ارسال رسالة. شلون نرسل رسالة من البريد الإلكتروني مالتنا؟ شلون نرسل رسالة من البريد الإلكتروني مالتنا؟ نقدر نرسل رسالة البريد الإلكتروني مالتنا عن طريق كلمة هاي إنشاء أو كومبوست أو نيو مسج، ميل من هاي علامة الزائد كلمة إنشاء ننقر عليها، تمام؟ من نقرنا عليها ظهرت لنا هذه الرسالة جوا، هذا المربع ظهر لنا جوا. قسمت إلى سبع نقاط مهمة، قسمت إلى سبع نقاط مهمة، واحدة اثنين ثلاثة أربعة. لو تلاحظ إنه أول واحدة سميناها إيميل أدريس to send details، يعني الإيميل أدريس أنا أريد الإيميل اللي أريد أرسل للشخص، يا شخص اللي أريد أرسل هي أنا كتبه هنا إلى، مكتوب إلى أو to، خليه هنا. ثاني شيء اللي هو السبجكت، الموضوع، شنو موضوعك؟ خليه هنا. الدور بادي مسج اللي هو احنا هذا نص الرسالة مالتك، هنا مثلا الموضوع مالتنا نختاره اللي حاسوب مثلا، او الموضوع مالتين تقييم بحث، وضحت؟ او مقالة او الى اخره حسب الموضوع مالتي. هنا انا شو اخليه؟ هنا انا اضيفا نص الرسالة مالتي، السلام عليكم، أرسل إليكم الموضوع كذا الفلاني مع خالص الود والتحية فلان ابن فلان، خلي التوقيع مالتي فلان ابن فلان، تمام؟ النقطة الرابعة اللي هو كلمة إرسال، إنه راح أدز الرسالة بعد، أنا ما عندي شيء إشكال وياها، فهي كلمة send the message، إنه أرسل، بس نقرأ على هذه كلمة send the message انتهت الرسالة الرسالة. أو ممكن لا، أنا عندي إضافات عليها، عندي ملف مرفق، او عندي ادي اغير شكل الرساله، شكل نص الرساله، من كلمه الاي انها اقدر اغير نص الكتابه كلها، اقدر اغيرها اللي هو ادد مسج، اقدر اغير على الرساله مالت. هاي العلامه لا تشوفوها مثل علامه شو صح احنا مثل الكلاب، هذه العلامه انه التاتش فايل من ادهن نقر عليها، راح نسوي لنا التاتش فايل، يظهر لنا التاتش فايل يعني راح نعطيه ملف مرفق، تاتش فايل معناها ملف مرفق، انا ادزن ملف للاستاذ مالتي او ادزن بالرساله مالتي صوره معينه، فاختار مين من هذا الملف، اختار ملف مرفق وادزن.
فرضا انا كتبت الرساله وكملتها وكذا، بعدين قلت لا ما اريد بطلت، استثنيت الامر. فنروح الى كلمه ريموف ذا مسج، بدنا نحذف من رقم 7 ونسوي ريموف ذا مسج. لاننا طلاب انتهت المحاضره مالتنا بهذه السلايد. اذا كان عندكم سؤال حتى اكون جاوب على الرسائل الاسئله مالتكم خلال المحاضره. لان انا محاضرتكم اكتفي بها كتسجيل، التقيكم ان شاء الله الاسبوع القادم ومحاضره ادامه الى هذه المحاضره.